بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، انتقل إلى الركن الثالث وهو الصيام، فإن صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام. والصيام في اللغة الإمساك، فيقال يقال للساكت عن الكلام صائم. قال تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك الممسك عن المشي يقال له صائم، كما قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. فالخيل الصيام يعني الواقفة عن العدو. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام في الشرع. وهو ينقسم إلى قسمين: صوم واجب كصيام شهر رمضان وصوم الكفارة، صوم النذر، وصيام مستحب كصيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع، وثلاثة أيام من كل شهر، ست من شوال، إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع. والصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك، فيه امتحان للعبد، وفيه يتغلب الإنسان على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يترك أحب شيء إليه، وربما يكون محتاجا أو في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها، أو هو محتاج إليها فيتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
فالصائم حصل على هذه الميزات، كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال، لما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وأعظمها خوف الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعته على طاعة النفس والهوى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. يجب صوم شهر رمضان، هذا هو الصوم الواجب بأصل الشرع، فليس هناك صوم يجب بأصل الشرع إلا صوم شهر رمضان، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب فرض. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح الجسم، وذلك لأمر الله جل وعلا بالصيام هذا الشهر. فمن كان ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء، ومن كان عنده مانع من الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر، يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان يقضي بدلها من أيام أخر. نعم، قال: برؤية هلاله. نعم، يجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله الأهلة مواقيت للعبادات، ومنها صيام رمضان. فإذا رؤي الهلال فإنه يجب الصوم، فإذا رآه واحد ثقة من المسلمين وجب على الجميع الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيجب الصيام برؤية الهلال، ولا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين: إما رؤية الهلال كما هنا، وإما بإكمال شعبان 30 يوما، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى غم عليكم يعني لم يرى الهلال، فإن المسلمين يكملون شعبان 30 يوما، لما جاء في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا
شعبان 30 يوما، وهذا هو الأمر الثاني الذي يجب الصيام به، وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. نعم شيخ، هل هناك فرق بين الحساب الفلكي والرؤية بالمراصد؟ هناك فرق. الحساب الفلكي لا يجوز أن يعلق به الصيام لأنه عمل بشري يخطي ويصيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي، وإنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال. هذا هو الفرق بينهما. نعم، والرؤية سواء كانت رؤية بالعين المجردة أو رؤية بواسطة المكبر، مكبرات المناظير المكبرة بالمراصد أو غيرها، فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية، لكنها صارت رؤية بواسطة، ولا مانع أنه يستعان بالآلات المكبرة والمراصد لرؤية الهلال، ولكن هذا ليس بواجب. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن نعم. حال دونهم غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. سبق أن رؤية أن الصيام يجب برؤية الهلال. نعم، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان وليس هناك ما يمنع من الرؤية، الجو صافي ليس فيه سحاب ولا قطر ولا فيه شيء يمنع من الرؤية، فهذا أيضا لا خلاف أنهم يصبحون مفطرين ولا يصومون يوم 30 من شعبان، لأنه لم يرى الهلال ولم يكن هناك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر الهلال فيصبحون مفطرين. أما إذا لم يرى الهلال ليلة 30 بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، ويسمى بيوم الشك، لأن هذا اليوم يحتمل أنه من شعبان وهو المكمل لشعبان، ويحتمل أنه من رمضان وأن الهلال قد ظهر ولكنه لم يرى بسبب الحائل الذي حال دونه. فجمهور أهل العلم على أنهم أيضا يصبحون مفطرين لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فرواية أكملوا عدة شعبان 30 يوما تفسر قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له. فيجب الإفطار في يوم 30 لأنه لم يرى الهلال، ولا يجوز الصوم يوم الشك على أنه من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين، ولقول عمار رضي الله عنه: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب صوم يوم الشك، يجب صوم يوم الشك، وهو الذي يصادف اليوم 30 من شعبان ويحول دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر فيصام. قال: وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وعليه جماعة من أهل العلم، ولكن الراجح هو القول الأول وهو تحريم صوم يوم الشك. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
إذا رؤي الهلال في النهار بعد الزوال فإنه يكون لليلة المقبلة، يكون رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة، وأن الشمس ستسبقه للغروب. وأما إذا رؤي قبل الزوال فإنه لا يكون لليلة المقبلة. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ليس من شرط الرؤية التي يجب بها الصوم أن يراه الناس كلهم، وإنما يكفي إذا رآه واحد عدل من المسلمين، فيلزم الناس كلهم الصوم برؤية الواحد، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصيام بناء على رؤية ابن عمر، وهو شخص واحد. نعم. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. حتى ولو كان هذا الواحد امرأة، لأنها من المسلمين، ويصدق على رؤية الواحد رجلا أو أنثى يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأنه لم يحدد العدد الذين يجب الصوم برؤيتهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بناء على رؤية واحد وهو ابن عمر كما سبق. نعم. قال: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا صاموا بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان ولكن لم يرى الهلال ليلة 30 من رمضان، فإنهم لا يفطرون بناء على رؤية الدخول، وإنما يجب أن يفطروا على رؤية خروج وتمام رمضان. فإذا تكامل 30 يوم ولم يرى الهلال وهم قد صاموا برؤية واحد فإنهم لا يفطرون، لاحتمال أن يكون هذا الواحد متوهما، بخلاف ما إذا صاموا برؤية 2 فأكثر ثم أكملوا 30 من رمضان فإنهم يفطرون، لأنهم صاموا برؤية 2 فأكثر، فيبنى إكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول لأن رؤيتهم متيقنة. نعم. صلى الله عليه. أو صاموا لأجل غيم. أو صاموا على الرواية الأولى في المذهب، وهو أنهم صاموا يوم الشك، صاموا يوم الشك ومضوا في الصيام ولم يرى الهلال، لم يرى الهلال في تمام 30، فإنهم لا يفطرون، لاحتمال أن صومهم الأول كان متقدما للشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، لم يعمل به القاضي لأنه ليس بعدل، ولم يصم الناس بناء على رؤيته، فإنه هو يصوم ولو لم يصم الناس عملا برؤيته، لأنه قد رأى الهلال فيصوم هو. هذا معنى قوله لزمه الصوم، والصحيح أنه لا يلزمه الصوم لأنه واحد من المسلمين، فلا يلزمه الصوم إذا انفرد هو بالرؤية ولم يقبل خبره، لا يلزمه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون، أو الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. نعم.
قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. يلزم الصوم لكل مسلم، هذه بيان شروط وجوب الصوم، فيجب الصوم بشروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الصوم إلا من مسلم، كسائر العبادات اشترطوا لها الإسلام. فلو بدأ الصوم من أول النهار وهو غير مسلم ثم أسلم في أثناء النهار فإنه لا يجزي هذا اليوم، لأنه مضى جزء من أوله وهو غير مسلم، فلا يصح منه هذا الصوم، لأن الكافر لا يصح منه عبادة. قوله تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، وهو البالغ العاقل، فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه لا يجب عليه الصوم، لأنه مرفوع عنه القلم، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يحتلم، والمراد بالقلم قلم التكليف. وكذلك لو كان بالغا لكنه غير عاقل كالمعتوه والمجنون فإنه لا يلزمه الصوم ما دام أنه غير عاقل، كما أنها لا تلزمه سائر العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: والمجنون حتى يفيق. نعم، أحسن الله إليك. كل مسلم مكلف قادر، قادر يخرج بذلك المسلم المكلف الذي لا يقدر على الصوم لمرض ونحوه فإنه لا يلزمه الصوم، لكن إن كان يرجى زوال المانع في المستقبل كالمريض يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر، وإن كان لا يرجى زوال المانع فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا تأخر خبر رؤية الهلال عن طلوع الفجر فلم تقم البينة إلا في أثناء النهار فإنهم يصومون بقية اليوم، يمسكون بقية اليوم ويقضون هذا اليوم من أيام أخر، لأنه مضى أوله وهم لم يصوموا، لكنهم يمسكون بقيته احتراما للوقت. نعم. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. وكذا يلزم الإمساك بقية اليوم كل من كان له عذر ترك من أجله الصيام ثم زال في وسط النهار، ثم زال في أثناء النهار. نعم. كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار، وكالمريض إذا شفي في أثناء النهار وهو مفطر، وكالمسافر إذا قدم وانتهى سفره في أثناء النهار وهو مفطر، فإن كل هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت، ويقضون بدله من أيام أخر لأنهم لم يصوموه كاملا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية لقائنا في شرح كتاب زاد المستقنع الاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.